ختام حلقتنا من هاني وشف ليلى. نعم، ونقولهم هذيك الاطباق اللي تابعتونا خلال ساعتين من الزمن باش تشوفوها. يلا نذكروا واش حضرتينا من اطباق. اذا كنت حضرت لكم ان غراتان دو بوم دو تير، يعني دي بولات فارسي بلا فيوند هاشي ولو فروماج ولا بيشاميل اللي طلبوها السيدات. قال لك ترينا من اطباق البطاطا. فكل حصه ان شاء الله راح ندير لكم طبق بطاطا، يعني سواء برينسيبال سواء اونتري. الديسير كذلك اللي طلباته السيده. نعم، ان شاء الله تكون باك في المتابعه. درت لها لي بابا ا لورانج. ان شاء الله وصفتنا تاع نهار اليوم يكونوا عجبتكم والحصه نالت رضاكم. ونقول لكم الى اللقاء. يعطيك الصحه شيف ليلى. نشكرك سعاد، نشكر كامل فريق برنامج صباح الشروق اللي خدمنا هذه الصبيحه. نضربوكم موعد غدوه ان شاء الله مع زميلنا لطفي عيشوني. احنا نتلاقاو بكم يوم الثلاثاء. نقول لكم بقاو دائما اوفياء لبرنامج صباح الشروق ولقناه الشروق العامه وكذلك سي بي سي بنا والشروق النيوز. يلا متابعة طيبة إلى باقي برامج سي بي سي وشروق العامة. يلا جامد.